تلعب من منزل أبي الشهيد طوفي عبد المولى في محافظة الإسكندرية التي تم حصولها على القصر بعد 53 عام، ومع شقيقة الشهيد أبو الشهيد فوزي عبد المولى. أنت شفتي الشهيد لما حضرتيه؟ أنا شفته كان عندي 5 سنين، شفته كنت وعيله، وكان يوم يقعد معانا ويتكلم معانا، كان يجي ياخد أجازته ويجي يقضيها معانا وكده يعني. كان عندك كام سنة ساعتها؟ كان عندي 5 سنين. كنت شايفين بالشاي كنت يجي بالبدلة بتاعت الجيش، العسكرية، كان يجي أول ما يجي كان يقعد بفترة بيها وكده، وبعدين يخش الشطة ويغير ويقعد معانا، مثلا يطلع بره كده ويجي يقعد شوية معانا. وقعد معانا برضه أخويا أبو طارق، برضه كلنا مع بعض، ومعايا أخ صلاح اتوفى، وأخويا كمان اتوفى برضه، كلنا قاعدين مع بعض. الشهيد فوزي عبد المولى، يعني آخر حاجة تتذكرها له إيه؟ آخر حاجة ذكرها له، جه كان لما جه خد الأجازة وقعد معانا، وكان يجي ياخد الأجازة، وكان ما يقول ما يجي ياخد أجازته ويجي هنا. آخر أجازة بقى جه قال أنا لأمي ياما أنا هاجي الأجازة دي، ومش ها مش ها مش هاجي هنا تاني. قالت له ليه يا ابني؟ قال لها كده أقضي الأجازة هناك، إذا ما يكون قلبه حاسس كده في حاجة مش عارفة. أمي قعدت تعيط له، لا والنبي يا فوزي لا تيجي هنا معانا، خوستينا تقعد هنا كده. قال لها ياما أنا هقعد هناك، ولو في نصيب هاجي أقعد معاكم، يعني في نصيب هاجي اقعد، ما فيش نصيب هاجي هناك، وربنا سهل اجازه تانية اجي معاكم. وراح بقى الاجازه، راحها ما جاش، ولغايه دلوقتي ندور عليه ونعمله، في اللي يقول لك ده فقد الذاكره، في اللي يقول لك ده مات، وفي اللي يقول لك ده حي. كان اخويا ابو طارق ده يلف عليه سينا ويلف عليه البلاد كلها عشان يلاقيه، ما يلاقوهوش، يسمع حاجه عنه ويروح يجري. برضه فكرة زي كده، راح قال لك لا لا مش هسلم، وراح جه وراح بقى يدور عليه تاني وتاني وتاني. عملنا قال ده توفى، عملنا له عزا هنا، عملنا له عزا، عملنا له عزا على حساب ايه؟ توفى، ومش عارفينه بقى توفى ولا متوفاش، هو ولا مش هو، عشان كان في واحد زميله هنا كان بيجي يقول لنا ده هو قال، وهو ما شفتهوش، وساعات يقول انا شفته على حساب ايه اللي هو عايش، مش متوقعين ان هو ميت. عرفت ان وفاته موجوده منذ هو اول ما جاني الخبر كان كنت حاسس ان هي مثلا لما واحد بيقول لك عمك رجع، فانا كنت فرحان، قلت عمي عايش، عمي عايش. قال لي لا ده في جثمان ومش جثمان، قلت له حتى لو جثمان كان هيبقى متاكل. تم دفن الجثمان في مقابر الدخيله مع والدي، في مقبره والدي، لان هو اللي بدور عليه وهو حق واحد ينام جنبه، لان هو الوحيد اللي كان بيدور عليه. هو اللي كان بيدور عليه من هو اللي في مقابر العائله في الدخيله. لو كان عايز يوقف الكبيره والله، استلمته من مستشفى السويس بجنازه عسكريه. بجنازه عسكريه في السويس، في مستشفى السويس العسكري، كانت معموله جنازه عسكريه. واتعمل معايا سلام الشهيد وسلام الوداع، وبعديها عمي قال لي طب مطلوب تحليل دي ان ايه؟ مطلوب التحليل، فاتجه عمي الى مستشفى السويس وعمل التحليل الحمد لله، وبعديها بشهر تم مطابقه التحليل. ويعني فخر لينا وفخر لمصر كلها وللعرب واللي جهينا وكل كل وطن مصر. وبشكر الناس هنا في المنطقه اللي عايش فيها واتربى فيها، يعني لما جيت شفنا الجنازه بتاعته كانت كلها بالزراعيط، كلها بالزراعيط والفرحه.